مصر على رأي اللي قال ربنا اللي حميها وتمشى تعشى وخد مركب وسهر عالنيل عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل وأمانة ما فيش أأمن منها لنصاص الليل اتمشى تعشى وخد مركب وسهر عالنيل عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل سيادة العميد أحمد أنور رئيس حي مصر الجديدة بنرحب بيك. برحب بحضرتك فندم وسعداء بلقاء حضرتك والسادة المشاهدين في مدرسة الرشيد القومية. سيادة العميد أحمد أنور رئيس حي مصر الجديدة النهاردة إيه والمناسبة إيه؟ الحقيقة يمكن دي بتتم في إطار زيارات يعني المستمرة للمدارس الواقعة في نطاق حي مصر الجديدة. أنا مهتم جدا يمكن بالتقارب مع منظومة التعليم أو التربية والتعليم بمعنى أصح مصر الجديدة. بحاول يبقى ليا لقاءات ميدانية مش مع مدير الإدارة فقط لكن التواجد داخل المدارس مراحلها المختلفة أطمئن على مستوى الحالة التعليمية والمنظومة التعليمية إن هي بتسري بالشكل الصحيح. في شك إن التعليم ده شيء مهم جدا في ترسيخ قيم الولاء والانتماء وإعلاء المواطنة لدى أولادنا وأعتقد إن منرسخ الموضوع ده بشكل مبكر في سنهم يعني المبكر ده أعتقد بيبقى مردوده إيجابي جدا لمصلحة بلدنا زي ما القيادة السياسية وسيادة الرئيس وكلنا بنتكلم على المؤثرات على المواطنة والولاء والانتماء. فأعتقد المدرسة بدورها يعني هي يعني بترسخ القيم الأصيلة لهذا الأمر وبتجنب أولادنا الكثير من الشوشرة على أفكارهم في سبيل إن هم يبقوا يعني أفراد أسوياء يعني بيعملوا لصالح المجتمع. سيادة العميد أحمد أنور رئيس حي مصر الجديدة عايزين زي ما الرئيس السيسي بيقول عايزين ننهض بالتعليم نقول إيه لكل قيادات التعليم في حي مصر الجديدة؟ أقول لهم إن دوركم ده دور مقدر جدا ومحترم جدا وحضراتكم الدور ده لا يقدر بثمن بأمانة شديدة. أنت بتقدم رسالة ورسالة كلنا نجلها ونحترمها فيعني بهنيكوا طبعا أن أنتوا يعني تعتبروا بتأدوا رسالة يعني زي الضابط في القوات المسلحة وزي الضابط في الشرطة المدنية. حضرتك لا تقل إطلاقا أنت بتبني نشأ مصري إن شاء الله يكون واعد بإذن الله. فبقول لهم يعني المسؤولية بتاعتكم دي أمانة قدام ربنا وقدام أولادنا نتمنى إن شاء الله كلنا نبقى قد المسؤولية فيها بإذن الله وإن شاء الله كل دعمنا كل تكاتفنا إن شاء الله لإخراج جيل قوي محترم إن شاء الله يعني نبقى فخورين بيه إن شاء الله لما نشوفه بعد كده ونقول دول أولادنا اللي احنا ربناهم واللي احنا نشأناهم تنشئة سليمة وصحيحة.
سيادة العميد أحمد أنور رئيس حي مصر الجديدة، تهنئة من حضرتك لمدرسة الرشيد القومية بمصر الجديدة والأنشطة اللي هيعرضوها النهاردة في الحفلة، والأستاذة ما هنقول لهم إيه عشان ننهض بالتعليم في المرحلة القادمة؟ أقول لهم موضوع الأنشطة ده موضوع مهم جداً، أرجو أن موضوع الأنشطة ده ما يبقاش في الإطار البروتوكولي فقط، لكن يبقى ليه مردود. ولادنا بالكامل مشاركين أو المشاهدين لهذه الأنشطة يتأثر بيه كويس قوي، يعرف هو بيأدي هذا النشاط ليه وإيه مردوده. وأرجو إن شاء الله مستقبلا إن نحن سويا كده من خلال لجان مشتركة ما بين الإدارة التعليمية والحي نصيغ هذه الأنشطة، بحيث إن احنا نعرف إيه الأهداف اللي احنا عايزين نوصل ليها من خلال الأنشطة. أنا أعرف إن في اجتهاد، واجتهاد مقدر ومحترم، لكن أعتقد إن احنا كلنا محتاجين إن احنا نخطط لهذا الاجتهاد عشان نوصل لأهداف إن شاء الله أكثر إيجابية لأولادنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. بعض إنجازات المدرسة. المدرسة حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الرسم مسابقة لمحات من الهند، المركز الأول على مستوى الإدارة في الشعر، المركز الأول على مستوى الإدارة في مسابقة الموهوبين في الرسم، المركز الأول في الرسم في مسابقة الوافدين. أنا بقرا بسرعة عشان بس ما ضيعش أوقاتكم. المركز الأول على مستوى الإدارة في مسرح الملاهي، المركز الثاني على مستوى الإدارة في الحاسب الآلي، المركز الثالث على مستوى المعاهد القومية في رياض الأطفال، المركز الثالث على مستوى المعاهد القومية في التربية الرياضية لهذا العام، المركز الرابع في العزف على الأكورديون في مسابقات الموهوبين. الاختيار الأستاذة إيمان والأستاذة سهام كمدربين للتوعية البيئية في مركز البحوث البيئية بجامعة عين شمس. تم تصعيد الطالبة جانا خالد في مسابقة القرآن الكريم، تصعيدها للمحافظة. شكرا.
تعرف حضرتك؟ محمد فياض رئيس مجلس إدارة المدرسة وأحد أولياء الأمور للطلبة اللي هنا. الأستاذ محمد فياض وهذا الاحتفال الكبير للمدرسة نقول إيه؟ نقول إحنا يوم رياضي جميل، يوم نشاط جميل، شرفنا فيه الأستاذ رئيس الحي وقيادات التربية والتعليم في مصر الجديدة، شرفوا المدرسة كلها، والمدرسة يعني ابتدت تهتم أكتر بالأنشطة الرياضية في ظل وجود اسمها مديرة الجديدة. ابتدينا نعمل أنشطة فنية ورياضية لإيماننا إن الحاجات دي بتسهم في العملية التعليمية، بترتقي بالعملية التعليمية، بتعلي درجة الفهم والوعي عند الأطفال أكتر، محبباهم في المدرسة أكتر، مساهمة كتير جدا في النواحي التعليمية إن إحنا يكون عندنا أنشطة دايمة مستمرة سواء فنية أو رياضية. تنصيب الأستاذة ريهام شكري مسؤول الاتحادات الطلابية. تنصيب الطالبة نور إسلام أمين اتحاد المدرسة. أستاذ المدير هي اللي تنصب، المدير اللي هتنصب، أستاذ جماعة نصب يا سيدي. مبروك يا نور، مبروك. تنصيب الطالب أحمد هشام أمين مساعد. تنصيب الطالب أكرم علاء مقرر اللجنة الاجتماعية. تنصيب الطالب عمرو خالد مقرر اللجنة الرياضية. تنصيب الطالب علي تنصيب الطالب علي طارق مقرر اللجنة الثقافية الدينية. تنصيب الطالب محمد شريف مقرر اللجنة الفنية. تنصيب الطالب حسام الدين محمد مقرر اللجنة العلمية. توجيه التربية الرياضية بيشكر أستاذة مها مصطفى على مجهودها المبذول مع التربية الرياضية ومساهمتها إن هي بتخرج الأولاد في الأنشطة الرياضية ومساهمتها في الحفلات في خلال الحفلة لختام الأنشطة الصيفية. كمان بيشرفنا إن احنا بنكرم أستاذ أحمد عبد الخالق وأستاذة أمينة تربية رياضية على مجهودهم، وبيسعدنا إن احنا بنديهم شهادات تقدير من توجيه التربية الرياضية.
شكرا شكرا صوروا بقى حضرتك صور معاهم بقى شكرا حضرتك شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك مدام مها مديرة المدرسة شعورك ايه دلوقتي وكل تلاميذك حواليك وكل الجندي المجهول اللي عملوا النشاط النهارده حواليك طبعا طبعا سعيده جدا سعيده جدا وبشكرهم قوي والولاد كمان بشكرهم جدا وعلى فكره الولاد كل اللي اشتركوا في الانشطه هياخدوا الفول مارك كل الولاد اللي اشتركوا في الـ في البي اي وفي العرض وفي الميوزك مع ميس نيلي هياخدوا الفول مارك بشكرهم جدا جدا طبعا وبشكر ميس نيلي ومستر احمد وميس امينه على جهودهم كتر الف خيركم الف شكر من نجاح لنجاح وبنشكر السيده مها سيادة العميد أحمد أنور رئيس حي مصر الجديدة في النهاية كلمة لمنظومة التعليم في عصر الرئيس السيسي نقول له أمي الحقيقة إن شاء الله كل تقدم وكل رقي وكل اجتهاد في سبيل إنجاح هذه المنظومة أنا بشكر سيادة الرئيس جدا يعني دعمه لهذه المنظومة يعني بشكل راقي ومقدر المنظومة بتبدأ من المدرس للإدارة للطالب يعني أعتقد إن احنا يعني علينا عبء كبير جدا ومسؤولية كبيرة جدا إن احنا ننهض بهذه المنظومة في الإطار اللي محتاجاه مننا الدولة إطار من الوعي والإدراك وتنمية زي ما قلت قيم الولاء والانتماء دي أمور كلها محتاج إن احنا نحطها نصب عيوننا وإحنا بنقابل ولادنا كل يوم الصبح فإن شاء الله بالتوفيق بإذن الله وإن شاء الله إحنا كحي مصر الجديدة نعد إن إحنا نكون قريبين جدا إن شاء الله من هذه المنظومة في سبيل إنجاحها وتذليل أي عقبات قدامها بإذن الله مها أحمد مصطفى أداب إنجليزي أنا كنت بشتغل نائب مدير في مدرسة بورسعيد في الزمالك جيت مدرسة رشيد القومية هنا في 1/4 يعني تقريبا بقالي 6 شهور السيدة مها مصطفى النهاردة إحنا فين؟ النهاردة إحنا في رشيد القومية في ثوبها الجديد وإيه أخبار بقى الحفلة وجهزتولها إزاي؟ احنا بقالنا كتير قوي بنجهز للحفلة دي الولاد بيتدربوا والسادة الاساتذة طبعا يعني عايزة اقول لحضرتك تعبوا جدا في الترتيب للحفلة ده بقالها فترة واللبس يعني كل المدرسة جنود مجندة في جنود خفية السيدة مع مصطفى الألوان والشياكة والتنظيم وروح التعاون كان باين قوي في العرض النهاردة طبعا ده بفضل السادة الأساتذة عندهم أفكار على الرغم الإمكانيات بسيطة بس حقيقي كلهم مبدعين وفنانين مش مدرسين بس عندهم حس فني عالي جدا ومتعاونين يعني احنا امبارح ماشيين من المدرسة حوالي الساعة 9 وبقالنا كذا يوم بنرتب للحفلة يعني ترتيب اللي هو تزيين المدرسة يعني السيدة مها مصطفى كلمة من حضرتك لكل المدارس اللي اهتم بالأنشطة الرياضية في المدرسة احنا الحمد لله من ساعة ما جيت وانا بهتم بكل الأنشطة التعليمية والأنشطة كانت الصيفية وبعدين جايبين فريق كشافة يعلم الولاد حتى في الفترة دي اللي هي في الدراسة كل خميس بعد المدرسة في 2 من الكشافة بيجوا يدربوا الولاد بنهتم قوي بالأنشطة والموهوبين وبنقدرهم وبنديهم شهادات بنحطهم على الفيسبوك فكل ده بيشجع الولاد انه يعملوا حاجات اكتر ويظهروا مواهب اكتر يعني الولاد بتيجي بالتشجيع فعلا والتقدير
السيدة مها مصطفى، النهارده زيارة رئيس الحي مصر الجديدة للمدرسة تعني ايه بالنسبة لك؟ ده شرف كبير ليا، لان رئيس الحي لسه جاي ومفيش اي معرفة سابقة بيني وبينه، فان هو لبى الدعوة انا بشكره جدا جدا، واداني كل وقته وما بخلش عليا بوقته، ففعلا هو فوق دماغي وشرف ليا ولجميع السادة الاساتذة. سيدة مها مصطفى، في النهاية تتمني إيه للتعليم في المرحلة القادمة؟ أتمنى التربية قبل التعليم. لو الولاد، لو الجيل ده طلع جيل متربي هيتعلم بسهولة، وأتمنى للتعليم أنه طبعا يبقى أرقى وأرقى. واحنا فعلا ايد واحدة ومدرسة واحدة، ودي اهم حاجة. ربنا يكرمكم يا رب، وانتوا اللي تستاهلوا التقدير مش انا على فكرة. تسلموا ايديكم، تسلموا. وتحيا مصر طبعا. تحيا مصر. وتحيا مدرسة الرشيد القومية واساتذتها يعني السادة الاساتذة المدرسين وكل الناس والعمال والعاملين بجد.